ازيكم يا جماعة؟ زي ما انتوا عارفين، انا قلت لكم من فترة ان مراتي كانت عيانة وكده. النهاردة العملية بتاعتها الساعة دلوقتي 7:30 الصبح. عادة طبعا انا بنام، انتوا عارفين الساعة 4 عشان بكون بشتغل الليلة اللي قبليها، بعمل البرامج وكل الكلام ده. مستنيها تطلع دلوقتي ونطلع المستشفى. طبعا الموضوع مش سهل، مش عارف، انا تحس ان يا اخي الحياة بتحاربك. اسبوعين قبل الاولمبيا حاجة زي كده بتبقى صعبة يعني. بس بص، انا بشير معاكم الكلام ده لان انا كنت في المعمعة دي بقالي من اول السنة، كنتش عايز اقولها من اول السنة عشان مكنتش عايز احسسكو ان انا مثلا بعمل حجج لنفسي او اي حاجة. لا، انا كنت عايز اخش البطولات واجيب مراكز، وفي نفس الوقت اكون بخلي بالي على اهلي وعلى عيلتي يعني ومراتي طبعا كل ده، لان ده طبعا ده اهم حاجة عيلتك، فاهم؟ مش نبطي. يعني انا بعمل اصلا كل اللي انا بعمله عشانهم هم، يعني عشان هم يعيشوا حياه مرتاحه يعني في الاول في اخر اليوم. بس عشان العمليه النهارده فبشير معاكم زي ما تقول ايه الاحاسيس اللي انا بمر فيها، عشان يمكن واحد منكم بيكون بيمر في نفس الظروف. وهو ده معلم مقياس النجاح. مش بس انا قلت لكم قبل كده، النجاح مش فلوس وكده خالص. النجاح من الحاجات اللي يتقال عليها ان واحد ناجح، غير ان هو يقوم بعد وقعة جامدة. بس لو انت تعرف تغير حاجة في شخص تاني، في حياة شخص تاني، حاجة ايجابية، تأثيرك على الناس هو ده اللي بيفرق. بص، اصل الحياة حاجتين بس، خوف وحب. الناس بتاخد قرارات في حياتها جاية من خوف، بس القرار ده بيغلفوه بكلمة ان هي قرار واقعي، زي مثلا ان هم ينقوا شغلنا كويسة في بلدهم، بدل ما هم مثلا يطلعوا ويشوفوا الحياة اللي هم نفسهم فيها. كان عندي واحد صاحبي كان نفسه يشتغل، اتخرج هندسة وكان نفسه يشتغل تصميم موتورات في BMW في ألمانيا، وكان ممكن يسافر يروح ألمانيا ويبتدي بعد ما اتخرج، بس جات له شغلنا على طول في البترول وخدها يعني، عشان it was a safe choice. فطبعا لما بمر في حاجات زي كده، حتة الخوف بقى دي اللي بتيجي بقى. انا ايد بالذات لعبه كمال اجسام، لان هي لعبه فرديه، ما بعتمدش على حد، انا اللي باخد مسؤوليه 100%. خسرت كسبت، انا المسؤول. وانا طبعا دلوقتي ممكن اخد القرار ان انا ابوظ الدايت من الاسترس، ابقى زعلان، تمريني يبقى اي كلام، او انفذ الوعد اللي انا قلته ليا. بص، انا عملت عهد، عملت التزام لما دخلت كمال اجسام. زي ما انت تكون عملت التزام في حاجه انت بتحبها، فلما يحصل لك حاجه زي كده هتغزل نفسك. معلش لما اغزل في الكلمه، هتبقى خول وتغزل نفسك. لو انت مش قدها اعترف عادي، يعني لو انت مش قد الحاجه اللي انت عايز تعملها اعترف عادي وبطل، وقف خلاص، ستوب. بس انت عملت التزام لنفسك، وعملت عهد لنفسك، وعملت وعد لنفسك ان هو ده اللي انت هتعمله، اللي انت هتكمل فيه. وانا مراتي ان شاء الله هتقوم بالسلامة، عملية الريكفري والتعافي هتبقى طويلة، بس هي هتكون بتتفرج عليها لايف في الاولمبيا. هغزلها هي كمان؟ يعني هغزل نفسي وهغزلها، ولا هاخد القرار ان انا اوفي الوعد اللي انا مديله لنفسي، الالتزام اللي مديله لنفسي،
وليها هي وليكم. اللي وصلوا ابعد مني ومش كتير يعني من الوطن العربي جيناتيكلي احسن مني بكتير، ودول ناس انا بشوفهم يعني زمان كنت بشوفهم كامثالي ان انا يوم من الايام عايز ابقى زيهم، وحصلتهم كلهم برغم الاصابات اللي عندي ورغم الجيناتكس الضعيفه. ما تحورش Thank you.